وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سائل كريم فاضل يسأل يقول: غدا الثلاثاء إن شاء الله، وهو الحادي الثاني والعشرين من رمضان ليلة 23 لعام 42 و400 ألف، حجزت صلاة التهجد في الحرم بمكة، فكيف أفعل مع صلاة التراويح في جدة بحيث أصلي خلف الإمام وحتى لا يكون وتران، لأن الحرم الوتر في التهجد يوترون، هل أصلي 8 ركعات مع الإمام في جدة وأخرج من الصلاة بحيث ما أصلي شفع الوتر، أم ماذا أفتون مأجورين بإذن الله؟ نقول أيها الكريم الفاضل: بل تصلي مع إمامك صلاة تامة، تصلي مع إمامك صلاة تامة كاملة، فإذا أتى الإمام للوتر توتر معه وتدعو معه، ثم إذا سلم تقوم بعده وتأتي بركعة لتشفع صلاتك. وهذا قالت به اللجنة الدائمة، وقال به شيخنا الشيخ بن باز، وقال به شيخنا الشيخ بن عثيمين رحمة الله على الجميع. وأصل ذلك ما رواه أبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأهل مكة ركعتين ثم قال: أتموا صلاتكم، إنا قوم سفر. وأما ما يفعله بعض الناس عندما يأتي يوتر الإمام فيخرجون، فهذا ضيع عليه الأجر العظيم، من حديث أبي هريرة عند أحمد وغيره: من صلى مع إمامي، من قام مع إمامي حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. وهذا الذي يخرج للأسف الشديد يكون بذلك قد ضيع على نفسه قيام ليلة، أجر قيام ليلة. فلا تفعل ذلك، حفظك الله ورعاك وكفاك وأواك، ثم تذهب بعد ذلك وتصلي في الحرم، تصلي معهم في الحرم. هذا وجه، وهذا هو الأفضل، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا، من الليل وترا. وهناك وجه ثان، وهو أن توتر مع إمامك، وإذا ذهبت إلى الحرم صليت معهم الصلاة كاملة ودعوت معهم، وإذا سلم الإمام من الوتر أنت تقوم وتشفع صلاتك. لكن الأول أحب إلي، لأنك حتوقع الوتر بعد ذلك في وقت فاضل. وصلى الله على محمد وعلى صحبه وسلم، وصلى الله أن يرفع هذه الجائحة وأن يوفق ولاة أمرنا لكل خير، وأن يعيننا على إدراك ليلة القدر وإتمام الصيام والقيام إيمانا واحتسابا، وأن يرحم أبي وأخي وعمي وجميع أوطان المسلمين أجمعين، وأن يحفظ والدتي بحفظه، وأن يرزقني برها، وأن يحسن خواتيما، وأن يقضي حوائجنا، ويجعلنا من المقبولين العتقاء في هذا الشهر الكريم يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. تم الكلام، ربنا المحمود له المكارم والعلى، ثم الصلاة على المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم ما لحق قمر وأورق عود، تم تحريره صوتيا في ظهيرة يوم الاثنين 21 خلونا من رمضان لعام 42 و400 ألف من هجرة عدنان عليه الصلاة والسلام.